أنت شرحت لنا أن هذه القوات، قوات الحشد الشعبي، هي قوات تابعة لرئاسة الوزراء العراقية، لكن ما الذي يتداول بشأن علاقتها بإيران؟ نعم، هي منقسمة، نريد أن نوضح أيضا في الفترة الثانية، نريد أن نوضح هي منقسمة إلى قسمين. القسم الأول هي هيئة الحشد الشعبي التابعة لرئاسة الوزراء، والبعض من المقرات هي التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا لا يعني لا ترتبط مع الحكومة العراقية، أما هذه الجهة هي جهة رسمية، جهة تابعة لهيئة الحشد الشعبي. هنالك مقرات في العاصمة بغداد، حتى هنالك مقرات للشهداء الحشد الشعبي يستلمون منحتهم بعد يعني بعد استشهادهم يعني لعوائلهم من الحكومة العراقية. الآن أيضا هيئة الحشد الشعبي صرحت ببيان، هذا المقر وقع يعني انفجار في مقر الحشد الشعبي في قاعدة كاسو، صرحت في بيان رسمي، وهي في ناحية مشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل. قد وصل الفريق التحقيقي إلى الفور، هذه اللحظة وصلوا إلى المكان للتحقيق عن من الجهة المستهدفة. فريق تابع لوزارة الدفاع مثلا، أم مكلف من رئاسة الوزراء؟ فريق من أي نوع يا هبة؟ فريق أمني تحقيقي وصل على الفور إلى المكان، لنوضح هذا، وصل إلى المكان، وأن الانفجار تسبب بوقوع خسائر مادية وأيضا إصابات، التي بلغت الإصابات 3 جرحى في صفوف الحشد الشعبي لحد هذه اللحظة، وهي أيضا أتتنا من اللجنة الأمنية العسكرية. الوضع مسيطر عليه من ناحية الحريق، كما سيطر عليه من فرق الدفاع المدني. هنالك جرحى في مستشفى محاور في محافظة بابل، شمال محافظة بابل، في قضاء المسيب تم وصول الجرحى هنالك، وتم يعني دخول الجرحى للمستشفى. هنالك هلع كبير من المواطنين بصراحة في بعد هذا الاستهداف يعني، وأيضا العاصمة بغداد متشنجة، وبعض أيضا المقرات الحشد الشعبي تم إخلاءها من الجنود، وتم إخلاء أيضا من عناصرها. هل هذا الإخلاء يا هبة له علاقة بالتحسب من توجيه ضربات إسرائيلية بناء على الوضع الإقليمي الراهن، هذا السجال بين طهران وتل أبيب؟ نعم، هناك أيضا أعضاء من مجلس محافظة بابل أيضا زاروا هذا المكان، وقالوا أنها يتم إخلاء بعض من المقرات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد. أصابع الاتهام تتجه نحو إسرائيل، يعني بعض من القوى السياسية الموجودة تتجه يعني توجه أصابع اتهامها إلى إسرائيل. فبالتالي نريد أن نحدد من مصدر يعني ومن مصدر الذي استهدف هذه القاعدة. هذه القاعدة كبيرة جدا، قاعدة أيضا هي تكون قريبة على مناطق سكنية، فنشاهد أيضا المواطنين خرجوا من بيوتهم ليشاهدوا هذا الحريق. يعني هنالك أيضا مواطنين تداولوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كانت اتصالاتنا إلى الجهات المختصة هنالك ولا مجلس الأمن في المحافظة بابل، يقول لا نريد أن نعطي تقارير أولية، نريد أن نعطي تقارير نهائية من هو مستهدف الذي استهدف هذه القاعدة. فبالتالي يا محمد يعني يعني الوضع مش في العراق، مثل ما صرح رئيس الوزراء، الصراع دخل إلى العمق العراقي منذ فترة، يعني منذ أكثر من 5 أشهر كان هنالك هدوء نسبي قبل يعني أكثر من أسابيع، وصل إلى شهر، يعني الفصائل جمرت جميع استهدافاتها على القواعد الأمريكية، كان هنالك مباحثات، كان هنالك أيضا مفاوضات مع رئيس الوزراء بخصوص هذا الاستهداف. رئيس الوزراء هو متجه أيضا بعد زيارته المثمرة
من يعني عند توجهه إلى الولايات المتحدة. هذه الزيارة التي حددت نوعية العلاقات والعلاقة الانتقالية والعلاقة المهمة، وهي مرحلة جديدة صحيح. في تاريخ الدولة العراقية، وهي مرحلة تاريخية مفصلية بتاريخ الدولة العراقية التي تصب بمصلحة المواطن العراقي، من ثم نقول مصلحة السياسيين ومصلحة الدولة. صحيح. هبة سأتركك الآن زميلتي الكريمة كي تتابعي المستجدات، ثم أعود إليك بعد دقائق. أنا أعرف أن البيانات تتوالى والأخبار تترى أمامك، تابعي المستجدات أرجوك، وسأعود إليك بعد دقائق.